في مسجد. الجماعة الأولى، الجماعة الثانية لا تدري أن يوجد جماعة في هذا المسجد، كما يوجد هذا كثير في الحرم مثلا أو غيره من المساجد، فكبرت. ففي هذه الحالة يا شيخ وصلت، فهل هذا صلاة نقول مقبولة أم يلزم انقطع من حين تكبير الحرم؟ من حين إيش؟ من حين التكبير الثاني، من حين شروع، يعني دخلوا المسجد هنا وظنوا أن الناس قد صلوا هنا فشرعوا في الصلاة ولم يعلموا أن يوجد، ثم تبين أن أهل المسجد لم يصلوا. لا تبين أن جماعة أخرى ما صلت، يعني هذا يصلون يعني في جهة ثانية، فهؤلاء لا يلزم انقطاع الصلاة لأنهم دخلوا على وجه معلوم فيه، دخلوا على أنهم قد فاتتهم الصلاة، وما فاتت الصلاة أقامها جماعة فلازمهم أن يقطعوا الصلاة، بخلاف ما لو دخلوا وكبروا على أن الناس قد خرجوا من الصلاة ثم تبين أن المسجد لم يصل، يعني أقام المؤذن الصلاة وهم قد شرعوا في الصلاة، فهنا نقول اقطعوها لأن إمام المسجد ذو سلطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه، أفهمت؟ فيفرق بينما إذا كانت الجماعة الأم الأولى أو جماعة لاحقة، فإن كانت الجماعة الأولى قطعوها قطعوا صلاتهم ولو بعد شروع فيها ثم دخلوا في الجماعة الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية قد فاتتهم الصلاة مثلا فإنهم لا يقطعون الصلاة من أجلهم. نعم.